الشعورين الأساسيين في الحياة هما الحب والخوف، وهما اللي بيحركوا أغلب تصرفات الإنسان. خلينا في الخوف النهاردة. المخاوف نوعين، نوع تاخد منه الحذر وتتجنبه زي الأمراض الخطيرة والحوادث المؤذية، انت تفر منه بأخذك للإحتياط. وفي نوع آخر من المخاوف هو عائق أمام تحسينك لحياتك أو حل مشاكلك، المخاوف دي تجري ناحيتها وبتبقى شبه العدو اللي بيحتل أرضك، ما ينفعش تسيبه تجنباً لضرره، أنت لازم تواجهه. هذا النوع من الخوف كان بطل في قصة سيدنا موسى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. عبر عن مخاوفه، ربنا ما قالوش خلاص طب سيب فرعون ونغير الموضوع، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ليس هناك مساحة للحذر من هذا الخوف ولا تجنبه، يجب مواجهته، ده السبيل الوحيد للإنجاز. ده عكس تراجع أتباع سيدنا موسى يوم ما احتلت أرضهم، فرفضوا أن هم يواجهوا المحتل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ربنا كتب لكم النصر، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، ناس عقل بقى، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. بسبب إن هم ده نوع من المخاوف لازم يتواجه مش يتجري منه. عارف ده يشبه ايه؟ اتكلم قدام الناس، طب اعبر لواحد مقرب عن حاجة بتضايقني منه، طب انصح واحد حبيبي بأدب في حاجة ممكن تأذيه، طب اجرب شغلانة جديدة مش متعود عليها لكني محتاج لها جدا، طب اغير مكان سكني اخليه جنب شغلي عشان اوفر مئات الجنيهات في المواصلات. كل دي مخاوف حتمية محتاج تواجهها لو عايز تتقدم في حياتك، مش تفضل سايبها كده زي الصناديق المقفولة. عشان كده مهم جدا انك انت تكون رغبتك في النجاح اكبر من خوفك من الفشل، وده اللي هيخلي عندك اقبال لمواجهة بعض المخاوف. اقولك لو اتكلمت وانت خايف تحرج، ممكن اول مرة تحرج شوية بس خلاص انت كسرت كم الافكار السلبية المتضخمة من منظرك اللي هيبقى شكله وحش او انت بتحرج قدام الناس. لما تكلم حد حبيبك على حاجة بتضايقك في معاملته، خلاص انت عبرت عن اللي بيضايقك بغض النظر هو استجاب ولا لأ، اديك فضفضت وما متش. هقولك على شوية حاجات تعملها علشان تجري ناحية بعض المخاوف. اولا اطلب المساعدة والدعم اللي يساعدك تبقى جريء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا سيدنا موسى عمل ايه، قال واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ردئا، دعم رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فربنا سبحانه وتعالى علمنا إزاي سيدنا موسى واجه هذه المخاوف. حاجة تانية، استعين بربنا بعد طلبك للدعم من المقربين، استعين بربنا، لأن ربنا بيرضى عن الإنسان الشجاع اللي بيواجه مخاوفه علشان ياخد خطوة لقدام في الدنيا دي. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا كل يوم بعد الفجر وبعد العصر في أذكار الصباح والمساء نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها لم يضره شيء. فقولها كل يوم وانت بتستعين بالله انك تواجه مخاوف هذا اليوم، وربنا ان شاء الله يحميك من كل ضر. خليك زي الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، إيمانا بأن ربنا كتب إن في مخاوف وإحنا بنواجهها هننمو في هذه الحياة، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. في مخاوف لو واجهتها الله يرضى عنك، والله ذو فضل
عظيم. يبقى قسم مخاوفك لمخاوف تحذر منها ومخاوف تانية محتاج تواجهها، ولو اتأكدت ان ده شيء هيخليك تتقدم سمي الله واجه وربنا يعينك. يبقى قسم مخاوفك لنوعين: حوادث خطيرة وأمراض فتاكة، دي تهرب منها وتتجنبها بالحذر، لكن في مخاوف تانية بتعيق تقدمك في الحياة سمي الله واجهها وربنا يعينك. اللهم يا رب ارزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والنجاة مما نخاف ونحذر، إنك أنت ربنا الأعز الأكبر.